السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم قلت لكم بمقطع جديد من لعبة جي تي اي سان أندرياس. في هذا المقطع يا رفاق سوف نلعب بمود وحش الجودزيلا أو المخلوق الأسطوري جودزيلا ضد لوس سانتوس، فهيا لكي ننطلق. حسنا يا رفاق، بداية إن أعجبكم المقطع فأتمنى ألا تنسوا دعمنا باللايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات لكي يتم بكم كل ما نزلت مقطع جديد، وبسم الله على بركة الله. وهيا لكي نبدأ. حسنا، طريقة استدعائه فعلى هذا الشكل. يا سلام عليك، انظروا معي يا رفاق، لقد قمنا الآن باستدعاء الوحش جودزيلا. شوفوا معي، شوفوا حجمه يا رفاق، يا سلام. وهو جالس على الأرض على فكرة، انظروا معي، إنه جالس للأرض على فكرة كما ترون، فعندما يقف سوف يكون يعني حجمه أكبر بكثير. أما الآن سوف نقوم بركوبه يا رفاق، وسوف نتحكم فيه. اسمع على هذا الصوت، كأنه وحش آلي وليس يعني. رأسه، عليه التعديل على الكاميرا، ممتاز. هذا الشكل، على هذا الشكل، يا سلام عليك. اسمعوا إلى خطواته. والله إنه وحش مرعب، كأنه وحش آلي. اسمعوا صوت محرك داخله، اسمعوا. واو، حسنا دعونا الآن لكي نبدأ، وسوف نقفز من هذا الارتفاع. يا سلام. شوفوا معي، يا سلام، الوحش قادم، اهربوا. بوف، يا سلام. اعتقدت الصراحة بأنه سوف يقوم بتفجير، سوف يدمر هذا الجسر، لكنني كنت مخطئا. حسنا، إذا كيف سوف أدمر هذه السيارات؟ دعونا نكتشف هذا معا. اوكي، ممتاز. هكذا. وات، شوفوا معي، يا سلام. لحظة، بوم بوم بوم، يا سلام عليك، يا سلام على الوحش المرعب، يا سلام على الوحش المرعب. استدر، لا استطيع التحكم توجيهه بالماوس، فقط بالازرار، فبالنسبه للماوس اتحكم فقط يعني الكاميرا فقط. اوكي رفاق، سوف نقوم بتحدي يعني جودزيلا ضد لوس سانتوس، وسوف نرى من سوف يصمد الى النهايه. هل سوف تستطيع مدينة لوس سانتوس الصمود، أو وحش جودزيلا هو من سوف يصمد إلى النهاية؟ أما الآن فعلينا الحصول على بعض النجوم لكي يصبح الأمر ممتع جدا. لحظة، ما هذا؟ يطلق الرصاص، انظروا معي، يا سلام. لكن لماذا أستطيع تفجير السيارات؟ شوفوا معي، يا سلام، يا سلام، والله الأمر جميل جدا يا جماعة. حسنا يا رفاق، كما ترون حان الوقت لكي نقوم باستدعاء رجال الشرطة ولنرى من سيصمد إلى النهاية. ممتاز، جميل جدا. ثم نزيل هذه القائمة، والآن دعونا لكي نشاهد الآن أين هم رجال الأمن. من المفروض أن يصلوا يعني بسرعة. هناك دبابة، دبابتين. دعونا لكي نرى، لكي نختبر قوة هذا الوحش، هل يستطيع تدميرها؟ انظروا معي، لا يستطيع. بوم، شوفوا معي، لا نستطيع تدمير الدبابة، غريب. سوف نحاول من جديد. توجد هنا شاحنة، ممتاز. يلا سوف أقوم بتدميرها، شوفوا معي. يا سلام، هناك مروحية، شوفوا معي، مروحية، يا سلام. كيف سوف أقوم بتدميرها؟ انزلي الأسفل قليلا، وسوف ترين. فجرتها، جميل جدا. ابتعدوا عن طريقي، ابتعدوا عن طريقي. حسنا، ممتاز، يا سلام عليك، شوفوا معي. اوكي، هناك مروحية أخرى. هذه مروحية الصحافة. حسنا، لن أكترث لها. أين رجال العسكر؟ أين رجال الشرطة؟ أين رجال السوات والإف آي بي؟ غريب. أتت طائرة الشرطة. حسنا، تعالي، سوف أقوم بتفجيرك الآن. غريب، لم تسقطي حتى الآن. ها هي سوف تسقط. يا سلام، قمت بتدميرها بنجاح. هذا ما أريده.
الشاحنات. جودزيلا يحب تدمير الشاحنة. تنظر معي. بوم، يا سلام عليك. غريب، عندي 6 نجوم وإلى الآن يعني لم يصل رجال الـ FIB ورجال الشرطة كذلك غير موجودين. لا أعرف لماذا. هل هم خائفون يا ترى من هذا الوحش؟ طبعا لأنه وحش يعني مرعب جدا. شوفوا شكله، انظروا إلى مشيته فقط. واو، أوه شاحنة. بوم، يلا ابتعدي. أوه دبابة واحدة أخرى، تعالي. ما نسيت أن أجرب أن أختبر هذا السلاح على الدبابة. ماذا سيحصل لي إذا قمنا لنرى هل ستصمد الدبابة أم لا. لا أعتقد يا جماعة، الدبابة قوية جدا ولا يستطيع هذا الوحش أن يقوم بتدميرها. ليس نحن فقط من لا يستطيع تدمير الدبابة، حتى الدبابة لا تستطيع تدميرنا. جميل جدا. يلا يلا يلا، سوف أقوم بتدمير الشاحنة. يا سلام، أحبها مثل هذه الحواجز. أحسنتم، هيا هيا هيا، أريد المزيد من الشاحنات. أيوة نعم نعم، أحسنتم. هكذا 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 أفضل. أوه لم تنفجر الشاحنة بعد، حسنا. وماذا عن الناس؟ هل نستطيع يا جماعة أن نقوم بقتل الناس؟ يلا ابدأ. أوه شوفوا الناس يهربون. اهربوا اهربوا اهربوا، هيا الوحش سوف يقتلكم. واخيرا ظهر الرجال الـ FIV. يا سلام. أوه من الذي غريب لا يتحرك؟ ما الذي يحصل؟ الوحش لا يتحرك، غريب. لا اعرف ما الذي يحصل مع الوحش لكنه وات. اوه توقف الوحش. لا لا اصدق. لحظة 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 لحظة. لا اصدق، انظروا معي يا رفاق للوحش. اوه خرجت من الوحش تلقائيا، غريب لا اعرف لماذا. دعوني اقوم بالصعود اليه مرة اخرى. انظروا الى الوحش يا رفاق، ينفجر لوحده. لا مت. لا اعرف ما الذي حصل بالضبط يا جماعة، لكن الوحش هزم بالفعل من قبل لوس سانتوس، واستطاعت لوس سانتوس الفوز في هذا التحدي. وقبل ان ننهي هذا المقطع يا رفاق، اريد تجربة جميلة جدا. ماذا سيحصل اذا قمنا بالسباحة بذلك الوحش الضخم، وحش الجودزيلا؟ حسنا دعونا نقوم باستدعائه على هذا الشكل. اوكي ثم اصعد اليه. اوه هذا هو الوحش. يلا دعونا لكي نرى الان ماذا سيحصل معه اذا حاولنا الغوص به في البحر. يا سلام، انظروا معي يا رفاق، الوحش يطفو فوق البحر لكن لا يستطيع المشي، لا يستطيع المشي او الركض او اي شيء اخر، فقط يستطيع القفز. انظروا معي، لكنه يستطيع القفز فقط. تجربة جميلة جدا، شوفوا. واو الأمر رهيب جدا. حسنا دعونا نعود. يا سلام شوفوا معي، ويستطيع القفز بشكل جيد، أفضل من يعني على الأرض. في الأرض لا يقفز مثل هذا الشكل، انظروا معي، الأرض لا يستطيع القفز يعني بقفزات متتالية على عكس الأرض يا رفاق. انظروا معي، واو جميل جدا. دعونا نجرب مرة أخرى على الأرض. أرأيتم؟ في الأرض لا يستطيع أن يقفز يعني انظروا معي، يجب أن يتوقف قليلا بعدها سوف يقفز، ليس مثل البحر. يا سلام عليك. واو أوكي، وكما ترون يا رفاق هنا وصلنا إلى نهاية المقطع. فأتمنى أن يعجبكم هذا المقطع، وأتمنى أن لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، وقوموا بتفعيل زر التنبيهات كي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد، وانشروا المقطع مع أصدقائكم. كان معكم أيوب أويوبي، مع السلامة.